سنة الثانية ابتدائي، السلام عليكم. هذا اختبار الفصل الثاني في مادة التربية العلمية، سنقوم بحله معا. السؤال الأول، أجب بصحيح أو خطأ. يلتقي الدب بالغزالة في أوقات التكاثر. يلتقي الدب بالغزالة، نلاحظ أن الدب حيوان مختلف عن الغزالة، في أوقات التكاثر. أحسنتم، خطأ. الدب يتكاثر مع الدبة والغزالة مع الغزالة. يأكل الفيل كميات كبيرة من العشب. الفيل يأكل كميات كبيرة من العشب. أحسنتم، صحيح، لأن الفيل حيوان ضخم يحتاج إلى كمية كبيرة من العشب. كل النشاطات تدوم نفس الوقت. كل النشاطات تدوم نفس الوقت. جيد، خطأ. كل نشاط ويستغرق مدة معينة، مدة من الزمن معينة. فصول السنة متزامنة. فصول السنة متزامنة، خطأ. لماذا الفصول متعاقبة؟ فصل الخريف ثم فصل الربيع، فصل الخريف ثم فصل الشتاء ثم فصل الربيع ثم فصل الصيف، الفصل تلو الآخر. إذن الفصول السنة ليست متزامنة إنما متعاقبة. نراجع، يلتقي الدب بالغزالة في أوقات التكاثر، خطأ. يأكل الفيل كميات كبيرة من العشب، صحيح. كل النشاطات تدوم نفس الوقت، خطأ. كل نشاط له وقته. فصول السنة متزامنة، خطأ، إنما فصول متعاقبة، الواحد تلو الآخر. السؤال الثاني، أربط كل حيوان بسلوكه. القط، الطاووس، الأسد، الضفدع. حيوانات وسلوك الحيوان. لدينا ينقنق، يموء، ينفخ ريشه، يصقر. أثناء التكاثر ماذا يقوم القط؟ بماذا يقوم القط؟ أحسنتم، يقوم القط بالموائي. إذن القط يموء. القط أثناء فترة التكاثر القط يموء. لدينا الطاووس، ما هو سلوكه أثناء التكاثر؟ أحسنتم، ينفخ ريشه. الطاووس ينفخ ريشه. لدينا حيوان الأسد، أثناء التكاثر السلوك الذي يتخذه هو يصقر. وأخيرا الضفدع ينقنق. جيد، كل حيوان له سلوك معين في فترة التكاثر. نراجع، القط يموء، الطاووس ينفخ ريشه، الأسد يصقر، والضفدع ينقنق. السؤال الثالث، أصنف الحيوانات في جدول. لدينا القرد، الأسد، الزرافة، الصقر، التمساح، والحصان. آكلات اللحم وآكلات العشب. كل حيوان إذا كان من آكلات اللحم يضع من هذه الجهة، آكلات العشب من جهة ثانية. القرد، القرد نعلم أن القرد يحب الموز، إذن من آكلات، أحسنتم، آكلات العشب. القرد من آكلات العشب. لدينا الأسد، حيوان مفترس، أحسنتم، من آكلات اللحوم. الزرافة، جيد، تعتشب، إذن من آكلات العشب. الصقر حيوان مفترس، يأكل الثعبان، إذن من آكلات اللحم. لدينا التمساح كذلك حيوان مفترس، جيد، يأكل اللحم، من آكلات اللحم التمساح. وأخيرا الحصان معروف، جيد، من أكلات العشب. نراجع الإجابات. من أكلات اللحم لدينا حيوانات وهم الأسد، الصقر، والتمساح. أكلات العشب لدينا ثلاث حيوانات كذلك، القرد والزرافة والحصان، كلها أكلات العشب. السؤال الرابع، أكمل الفراغ بما يناسب. الأسبوع يدوم، أحسنتم، الأسبوع في الأحد، اثنين، ثلاثاء، أربعاء، الخميس، جمعة، السبت. الأسبوع يدوم، جيد، سبعة أيام. في السنة فصول، أحسنتم، في السنة أربعة
فصول فصول، وهي فصل الخريف، فصل الشتاء، فصل الربيع، وفصل الصيف، أربعة فصول. وكم يوجد من شهر؟ جيد، 12 شهرا، وهم جانفي، فيفري، مارس، أفريل، ماي، جوان، جويليا، أوت، سبتمبر، أكتوبر، نوفمبر، وديسمبر. في السنة 12 شهرا وأربعة فصول. يتكون الشهر من، لدينا حالتين، أو يوما يتكون الشهر إما من 30 يوما، جيد، أو أحسنتم 31 يوما، بعض الأشهر فيها 30 وبعض الآخر فيها 31. في اليوم كم يوجد من ساعة؟ جيد، 24 ساعة. نراجع، الأسبوع يدوم 7 أيام، في السنة 4 فصول، كذلك في السنة 12 شهرا، يتكون الشهر من إما 30 أو 31 يوما. وفي اليوم كم يوجد من ساعة؟ 24 ساعة. نواصل، لدينا اكتب أمام كل حدث متزامنة أو متعاقبة. لدينا الاحتفال بالعيد، الاحتفال بالعيد، كل سنة نحتفل بعيد، مثلا عيد الأضحى، كل سنة نحتفل بعيد الأضحى، سنة بعد سنة، سنة بعد سنة، إذا أحداث، جيد، متعاقبة. كل سنة يتكرر الاحتفال، أحداث متعاقبة. أنشد وأرفع العلم، نلاحظ أن في نفس الوقت وأنا أنشد العلم، أنشد النشيد الوطني مثلا قسما، العلم يرفع في نفس الوقت، إذا أحسنتم، أحداث متزامنة، متزامنة لأنها تحدث في نفس الوقت. عيد الأضحى والحج، لدينا موسم الحج، الحجاج يكون في مكة، وفي نفس الوقت هما في مكة يؤدون فريضة الحج، ينحرون أو يذبحون الأضحية، في نفس الوقت هم في الحج يذبحون الأضحية، معنى عيد الأضحى والحج يأتيان في نفس الوقت، وبالتالي يسميان حدثان متزامنان، معناه أحداث متزامنة تقع في نفس الوقت، متزامنة. نراجع، الاحتفال بالعيد، حدث ولا أحداث متعاقبة، كل سنة يتكرر العيد. أنشد وأرفع العلامة، متزامنة لأنه في نفس الوقت، وأنا أرفع العلم أنشد النشيد الوطني. عيد الأضحى والحج، أحداث متزامنة لأن في موسم الحج، في نفس الوقت الحجاج في مكة يؤدون فريضة الحج، نحن نحتفل أو نحتفل بعيد الأضحى في نفس الوقت. السؤال السادس، أكمل الفراغ بما يلي، أكمل الفراغ، ترعى الحيوانات، أحسنتم، صغارها، ترعى الحيوان الصغار وتحميها من مختلف، جيد، الأخطار. تحمي الحيوانات صغارها من مختلف الأخطار حتى، جيد، تكبر. وتصبح قادرة على، جيد، الدفاع. عن نفسها وتحصل على غذائها، أحسنتم، بمفردها، معناها بنفسها، بمفردها، نكتبها هنا بمفردها، مفردها، أي بنفسها. نراجع الفقرة، ترعى الحيوانات صغارها وتحميها من مختلف الأخطار حتى تكبر وتصبح قادرة على الدفاع عن نفسها وتحصل على غذائها بمفردها، معناه بنفسها. وهكذا انتهينا من حل الاختبار. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم الجديد. إلى اختبار قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.